فينا نحكي كلمتين على انفراد؟ طبعا، تفضلي. في شغلة مهمة وبدي خبرك عليها، تتعلق بيافوث. خير، شو في داريا؟ كانوا معتقلينه وحاطينه بالنظارة. شو عم تحكي؟ امتى؟ وصلني الخبر لما كنت بمهمتك. لما ما قدروا يوصلوا لك خبروني إلي لأنه الأمر مستعجل. وينه هلا؟ هو بخير؟ بخير، لا تقلق عليه. طالعوه. ما في شي بيستوجب التحقيق معه. يعني مثل ما قال لي، إنه هو كان مكتئب شوي وتخانق مع شباب قدام المطعم. أنت عم تحكي عن يافوث؟ وأنا كمان تفاجأت لما سمعت الخبر، خصوصي إني بعرف مين هو منيح، وفكرت إنه هو عم يعاني من مشكلة نفسية. يعني حبيت إني خبرك، بركي بيكون بحاجة لمساعدتك. طيب، شكراً لك، رح شوف شو القصة. تفضلي فوتي. انتباه، تفضلوا ارتاحوا. الشخص يلي خبرنا عنه باران هو أردال آباد. شغلته هي تأمين التواصل والتنسيق مع المسؤولين الكبار بالمنظمة. يعني إذا جبنا أردال منكون جبنا الكل. تمام بالضبط، بس لازم نمسكه عايش، ولازم نخفيه عن المنظمة لفترة. لازم ما يعرفوا إنه معنا لحتى نقدر نمسك كل الشبكة اللي معه. طيب كيف بدنا نقدر نوصل له سيدي؟ أردال هو اللي بيأمن المواد الخام للمتفجرات اللي بتستخدمها المنظمة، ولهيك نحن مراقبينه من زمان، وبعتنا واحد من مخبرينا حتى يتحرى عن وضع المنظمة. الملفات اللي حصلنا عليهم موجودين. خلينا نشوف شو مخبينا هالوسخ هاد. المستودع اللي قدامنا. شو اجيت لحالك؟ شوفير معي. ومعقول ما معك حراس هون؟ شو هالشجاعة هي؟ أنا ما بخاف من حدا، أكيد بتعرفوني. طيب وشو حاجتك لهي؟ حاملها لحتى فجركم. عم انزح معك. فيني شوفها هلا؟ كأنها صغيرة شوي، مو هيك؟ بدي أكبر منها. شو يلي بتقصده؟ قديش مثلا؟ بدي أطمع. شو بدك تهد مدينة كاملة؟ يمكن تكون غايتنا أكبر من هيك كمان. بدكن تهاجموا الأتراك. هاي المعلومة سرية. قديش الكمية ممكن تأمنوها؟ قد ما بدك. بدي إياها كلها بكرة. مشي، اتفقنا. تمام، اتفقنا.
اتفقنا. أحسن طريقة حتى نقدر نوصل لأردال هي ساقه. مكتوب إن أمه مريضة، وطبعا المنظمة ما بتهتم بهالأمور هي، بس أكيد خدعوه إنه رح يعالجوه. هدول بلا ضمير، ما بيعني لهم لا الأم ولا الأب. أردال مهم كتير بالنسبة إلنا. روح على المخبر أتاش، إذا لزم الأمر شوف السائق. انتبه منيح أتاش، إياك يحس عشي. تحت أمرك سيدي. فتحي، روحوا واعملوا زيارة ليافوز. خير، ليش؟ في شي سيدي؟ ما في شي مهم. حكيت معه وحسيته إنه متضايق شوي. هلأ منروح لعنده فورا، أصلاً إلنا زمان ما شفناه وحكينا معه. صحيح، اشتقنا له كتير. اتفقنا، لا تتركوا لحاله، روحوا شوفوا. أمرك سيدي. وصلت الإشارة، السائق تحرك. يلا تحركوا فورا، إياكم ترجعوا لهون بدون أردال، هو أهم شخص بالنسبة لنا، هو الوحيد اللي له صلة بكل القائمة السوداء. ركزوا بمهمتكم، بدكم تجيبوه حي يرزق لعندي، فهمتوا؟ بدنا يا عايش، اتحركوا، ثقتي فيكم كبيرة. أمرك سيدي. المهمة تمت. تمام، طلعوا من هنيك فورا، نحن جايين. رح نشوف الألعاب النارية من بعيد. أمر. شوي وبنسمع أخبار الشهداء لحتى يتعلموا ما يتدخلوا بشغلي مرة تانية. شو الوضع منصور؟ الإشارة على بعد 10 كيلومتر، هني بمنطقة راسكا هلأ وعم يتقدموا على معمل السجاد القديم. دخل الهدف على المعمل. بلكي اضطرينا نشتبك؟ نشتبك ليش لا، أحلى. وأردال؟ يعني بلكي مات أردال؟ ما رح يموت، رح نعمل كل شي لنقدر نجيبه عايش، موته ما رح ينفعنا بشي. هالقصة رح تجنني عن جد، يعني ما بعرف كيف رح نقدر نجيبه عايش، شغلة صعبة. المعلومات اللي مع الزلمة بتهمنا كتير، فكر بهالشي. تعرف معك حق، يلي بيجيب أردال كأنه قتل 100 كل. مزبوط مزبوط مجاهد. دراغان،
سيدي، أردال قدامنا، فات على معمل السجاد القديم، معه حراس كتير. انتبهوا منيح، اتخلصوا من الحراس اللي معه، ومثل ما قلت لكم بدكم تجيبوه لعندي عايش. أمرك سيدي. منصور، انت راقب أردال. مفهوم سيدي. واللي معه من اختصاصنا. وين اختفى هاد؟ ايه معلم ثوران، طمني قدرت تلاقي شيء؟ ايه معلم، دراغان فعل المتفجرات، هي قدامي وبلش العد التنازلي. شو؟ كيف يعني؟ اطلع فورا. ما فيني اطلع، جماعتنا هون. شو ياخذوا أردال ومشتركين مع رجاله هلا؟ لازم ياخذوا أردال، وانا لازم بأي طريقة اوقفها قبل ما تنفجر. طيب طيب، استعجل يا فوز. حاول.
شكرا مجاهد. شوفي انقذت حياتي. والله ماني عرفان عن شو عم تحكي. انت وين وانا وين؟ مو انا اللي قتلته. شو يعني؟ مين يلي قتل هالكلب؟ هاد على الاغلب مات من الخوف. شو عم يصير؟ مين يلي قتله؟ ليش ما انفجرت لهلا؟ روحوا شوفوها. بنصحكم تسلموا حالكم احسن ما تموتوا. لا لا تردوا عليه. كان ناقصني غيركم. هاد يا فوز الحقوا بسرعة. خلص حاجتك لهون. وقف على الحيط وقف. على مالك شوي. وقعت بين ايدينا.